فوائد ومعلومات. 10 فوائد للماء. إن الماء هو أساس وجود الحياة على كوكب الأرض، وهو يغطي نسبة 71% من سطحها. تمثل مياه البحار والمحيطات أكبر نسبة للماء على الأرض، حيث تبلغ حوالي 96.5%، وتتوزع النسب الباقية بين المياه الجوفية وجليد المناطق القطبية، مع وجود نسبة صغيرة على شكل بخار الماء معلق في الهواء على هيئة سحاب أو غيوم. فهو المكون الرئيسي للجسم البشري، وفي الواقع يتكون الجسم بين 75 و78% من الماء، وهذا يتوقف على حجم الجسم. كمية الماء التي تستهلك كل يوم تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على صحة الجسم. يوصي الخبراء بشرب 8 إلى 10 أكواب من الماء كل يوم للحفاظ على صحة جيدة. يساعد الماء على إبقاء الجسم رطب بشكل كبير، وهو أمر ضروري لأن كل خلية في الجسم تحتاج إلى الماء لتعمل بشكل صحيح. ونستعرض معاً بعض فوائد الماء. يخفف من التعب. في الواقع التعب هو واحد من أول علامات الجفاف. عندما يكون هناك كميات أقل من المياه في الجسم، يكون هناك انخفاض في حجم الدم الذي يتسبب في أن يحتاج القلب جهد أكبر على ضخ الدم المؤكسد في مجرى الدم، والأجهزة الرئيسية أيضاً تعمل بكفاءة أقل. لذلك مياه الشرب الكافية يمكن أن تساعد على تحسين وظيفة الجسم وتقلل التعب. يحسن المزاج. تشير البحوث إلى أن الجفاف يمكن أن يؤثر سلباً على المزاج والقدرة على التفكير. معالجة الصداع والصداع النصفي. إذا كنت تعاني من الصداع أو الصداع النصفي، فإن أول شيء يمكنك القيام به للحصول على بعض الراحة هو شرب الكثير من الماء، وغالباً ما يكون سبب الصداع والصداع النصفي والجفاف. يساعد على الهضم وعلاج الإمساك. كذلك يحسن الماء عمل الجهاز الهضمي، وهذا يساعد في عملية الهضم ويمنع الإمساك. عدم كفاية المياه في الجسم غالباً ما تؤدي إلى الإمساك. يساعد على فقدان الوزن. في تجربة وجد العلماء أن شرب كأسين من الماء قبل الوجبات يمكن أن يساعد على قمع الشهية، وبالتالي يساعد على فقدان الوزن، فإنه يملأ المعدة ويقلل الميل لتناول الطعام أكثر، بالإضافة إلى أن الماء يساعد على زيادة معدل حرق دهون الجسم. طارد للسموم. الماء هو طارد ممتاز للسموم والتخلص منها عن طريق العرق والبول، كما يعزز وظائف الكلى ويقلل من حصى الكلى أيضاً عن طريق إذابة الأملاح والمعادن في البول التي تسبب حصى الكلى. ينظم درجة حرارة الجسم. وجود كمية وافرة من الماء في الجسم تساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم. الخصائص الحرارية للمياه وقدرتها على إطلاق الحرارة من الجسم عندما يتبخر العرق من على سطح الجلد يساعد إلى حد كبير على الحفاظ على درجة حرارة الجسم. يحافظ على بشرة صحية. الماء يحافظ على الجسم ويحسن من تدفق الدم، والذي يجعل المظهر أصغر سناً وأكثر صحة للجلد، ويساعد على تجديد أنسجة الجلد ويرطب الجلد أيضاً ويزيد من مرونة البشرة. يمنع رائحة الفم الكريهة. رائحة الفم علامة واضحة على قلة شرب المياه، لأنها تحافظ على الفم رطب، كما تزيل بقايا جزيئات الطعام والبكتيريا. لذلك شرب ما يكفي من المياه بعد تناول وجبة أو وجبة خفيفة تساعد في السيطرة على الروائح وإزالة البكتيريا وبقايا الطعام العالقة بين الأسنان واللثة. يمنح الطاقة للعضلات، حيث أن العضلات التي يختل توازن الماء والمعادن فيها تتقلص، مما قد يسبب إرهاق العضلات. وينصح الرياضيون بتناول كوبين من الماء قبل التمرين بساعتين، بالإضافة إلى البدء بشرب الماء منذ بداية التمرين والاستمرار في شربه على فترات منتظمة خلال التمرين
لتعويض الماء الذي يفقد عن طريق التعرق. وفي الختام، لا بد من بذل الجهود اللازمة لشرب كمية كافية من الماء يومياً لجني الفوائد الصحية المختلفة من المياه، وأيضاً تناول المزيد من الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء. اشتركوا الآن ليصلكم كل جديد على قناة فوائد ومعلومات.